وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شن عرمات كفا إديسو أو كغني ميسو انتين شن كوغو إيمان شبابك قبل هرمك للي يرى لماذا هذا وكفا إديسو انت هذا دقوب وصحتك قبل سقمك والعافماتك كفا إديسو انت هذا ترن وغناك قبل فقرك مالك هذا هيستد يغني النمدى هذا كفى إذا يسوى صدق يسوى انت مالك فرحك كبحين وفقير هذا النقل وفراغك قبل شغلك فراغ هذا يتشانس هذا هيستد كفى إذا يسوى انت هذا المشغول نقل وحياتك قبل موتك نلوش هذا عاد نوش هاي كفى إذا يسوى انت هذا لمن وعملك أبوسا قويل نبي قوحه كله عليه الصلاة والسلام وشن الرماد وقال أوي للي يرى نمو إيا عافي ماد إيا عود أصدق يستيد وخير ككل رادس إله إنو كسيو إيا فراقه إيا نلوش آنوش هاي شن تاهداد هاي ستيد شن بدليس أيا صوصعته إيا شن تاكفا إليس وحو النبي قوحه عليه الصلاة والسلام حديث كالإمام أبو داود التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة كاتسي مدى إيا أكادنتا إيا تاكس الشضع إيا ترتيبس الشضع شيء كستمرك الله الشيخ ويؤفع عنتا إن لو كاتسده الله بصده الله ترتيب صده أو ترتيب ترتيب وفع عنتا إلا في عمل الآخرة عملك آخرة موياني مر هدي عمل كان عمل آخرة كو أنفع يؤي هاي وحلي لذا أكاديو أن أسكتو دقدقو مفعنا أصغو ماله وإن هذا مدح مدح اسكو طورتا أقشا وإن هذا دب دقنن لكن أمورها كلاي أردن وحاكو فعن دقدق إلا إلالي أياكو فعن لكن عمل كآخرة صوماها نبي قوحوا لي إلا في عمل الآخرة عمل كآخرة أصغا دب دقد ماله داهد لداهية ماله وإن هذا أدقدق تا أهر مرتا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام توجيه النبي هي تربية سيقاتين مركزا مدبن بحوش على متكك الخير كأنك قهرما ولذلك حديث الإمام أبو داود عمر بن الخطاب أيا وحي لأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما رسول كان مال المال مها كم إذا وحونا أمري إن المال كبحنا أصدق يصنه فوافق ذلك مالا عندي إلهي قدرت مالك وحي كسو آدي مال أن هنتي هايستي أو مال لها أو حوله أن هايو إيا أمر كي النبي أيا اسكو سو بيغمو اسكو سو آدي بير مركزا وحان إريبو يري نفتيدان وحان كو إري اليوم أسبق أبا بكر أبو بكر ما أنت وإن كهر مرا أو خير كي النبي قلنا أمري أنا كهر مرا فجئت بنصف مالي كورغي بان تگ مال كايغي دما ايان لبا انتان او قيبيي بركه ميدا كيناي او نبيغو ديبا عليه الصلاه والسلام نبيغو ماركو اركا مال كا فربدنيديس ايو يلي ما ابقيت لاهلك ريركاغي مخا او ريبتي عرورتي يا اهلك مخا او ريبتي ماركا سا ايريبو يلي مثله انتان او كلا ايا عيدينا او ريب ساس اسو كلا قيبش نبيغو اد بوغو فرحي عليه الصلاه والسلام وأتى أبو بكر بكل ما عنده. أبو بكر وحو كان وحنا لو وحو هيستون أبو بكر يبا. نبي قال ويديو يلي ما أبقيت لأهلك أهلك يا جماعة باقيش أبقيت لهم الله ورسوله. ألاقي يا رسول رالي أهان شهد أمر أبويا وباقي يلي كل وسطي بكر. ما كاسان وحنا يربوي مركا هلكا مريسو. اليوم لا أسابقك إلى شيء أبداً ما أنت لقب الله أبو بكر نفتي سوء شيئا هيا خير ضمب وأن كتر تمينا مجر وكود داي وهل كي فرصة أن أسأرنا هيا أبو بكر ما أنت أكبر مرت مدينا وإيقا قاط بلاش أبو بكر لمدهن ومد النبي وأبو خير بدايا لمدهن إيمانك أبو بكر هدي ميزانك الله صاره ومضى كلاتين عيدنا الميزان كودنا إيمان كودنا الله صاره مثك أبو بكر باكع علوس ومضى كلاتين إيمانك
أمد دان أمد النبي أمد دان بعد الأنبياء أنبياء مركا لغا سوطاقو قف أنبياء رمية وحا أبو فضل بدل أبو بكر باقو سابر أبو بكر الصديق إلهي سبحانه وتعالى إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هل كاس أبو بكر بشيء بلا شنو مشي منزلة أو جاري ومنزلة آد يا آد أسر رئيسة أو وح جاري كرآن لأرق وحويان إلا الأنبياء أنبياء أبو بكر سرية أنت كلا سقى أبو سرية وح على وح هاي ستوكير لذلك وح على جيا وإلى استراهدت سيقف كأي مسؤولية دي المها أو إلى هاي ساري أول محو ضيعي وح على إلى أبو بكر صبر كأقول لي يا هاي دلقات كظروفها إن أصبره هي ثقة إلهي وكقبه كل سنة إلهي كقبه وين كذا أيا جارسي سي إنه حوله يد الصاقع ذا مركل ويدينا أوي راه ذا أبقيت اللهم الله ورسوله ألا يا رسول رده ذا أبقيا ساس الصحابة ذا هذا ولذلك يا عبد الله بن مسعود يقول لي هي ان للقلوب شهوه وادبارا فاغتنموها عند شهوتها واقبالها قلوبته وحي لهي مر اي خير كعدنين اي سو اي كعسنت هي او خير كاي افر فرعون تهي او قلبك نول يهي يا مر او خير كسي جيده او دبا جيدنه اي قلبك قف كلي ومر الله عليه مركي قلبي قاعد وخير كوسو تشيستو كغني ميستا أو كفا إديستا أو خير ككوب بتصدر مركي تشيستنا قلبي جاه دو تشيستنا لا بسوا قاس بكرة لكن حلقة النشاط كا يفر فرعون إذا عخير كقول لي هذا هاي حلقة كفا إديسي ينقو دافي الإمام أحمد بن حنبل وحول لي هاي كل شيء من الخير يبادر به شيء كستو خير آه وقال دك دقا لما تدق دقه تشي بدن يا كفير سي لا ما سمعي هادي ومر انه خير ياي ان شكيبه كو جيرين ميزانك اخره لوغو سارايو لوغو وينين يا ان شكي كو جيرين تشي سحب بدن وقت ديرها كله من بريها نقطه هدين حد ودقدق او كغارسي اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقه سكون دبيشادو مركي كعدو oo dabayshaadu ay kacdo ka qaniimayso inta dabayshu ku kacsan tahay oo maalkaagu shaqeynahayo oo aqligaagu shaqeynahayo oo xoogaagu shaqeynahay ka qaniimayso fa inna li kulli khafiqati sukun shimbir kasta oo duula marka dambe wuxuu ku dambeynaya inuu xasilo adigu hadaan hada didaalino marka duulshan tahay oo naftaadu ay kacsan tahay aadan ku didaalin marka dambe waa dambas baad noqonaysa waa dambaysaa markaas wuxuu yiri wa in darrat niyaquka fahtalibha hasha geela ku joogta geelaagu markuu dararo war maal war caanaha kamaal fama tadri alfasfasil liman yakunu wa hadan ogeyn nirigta u daahada tiraadi caanaha oo ayadu hanuugto ha ku ceyshaada tiraadid ma ogid nirigtu ciday u dambayn doonto ma ogid in bahal cunaa dhici karta in ay ararto lunta dhici karta in laga dhaxlo aad ka dhimatid baa dhici karta cid ay gacanta u gali doonto ma ogid ee hashaan darartay oo caanuhu ku joogsadeen oo ku soo istaageen war haa caanahedu yeyna ku dhaafina maal oo ka faa'iideeyo macnaheedu waxa weeyaan taladu markay gacanta kuugu jirto xoolaheedana aad haysid aqligaaguna uu joogo waa markay hashaadu darartay caanaha ka maal oo maalkaaga sadaqayso ma ogid nirigtu cid ay u yeelan doonta iyo cid ay dhaxli doonto ma ogid degdegga خير في اللوتك تقول وحالقوها لا الفوز بالجنة جنة إلهي وقد كنت قولي ست ما حد كلو دونيس دي إلهينا كودن بدافة جنة سنة آهش ووحر هذا نيس إلهي وحو الله يهي والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كوة دقدقي أو دقدقي وكوة المقربون أولئك المقربون كوة لدويوين في جنات النعيم الكاس الجوع أو كسوعي معناه ذو وحويان والسابقون إلى الخيرات في الحياة الدنيا ذاتك الدنيا ذا مركي الجوعين خير كأودك دقيي أو عرضها يي هم في الآخرة سابقون إلى الجنات
آخرة مرك لا تجنا وأقوى جندا أهر رأي أيق محي لي لأن السبق هناك على قدر السبق في هذه الحياة الدنيا كلا هر مرك الله كلا هر مره أيق أو هل كاس يا آخرة يا جندا لجوك كلا هر مره أيق وحيكون حرنت هاي قدر ك هل كان لجوك كلا هر أيق هل كان سلادة صونكا صدقة خيركا هل كان سيد الله وك الله الرئيو أي آخرنا لك الله المرهيا هل كان سأترتن قوة رسمي هيك العاهي الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قفهر مري أودي دالي أودي دالي وناجي سيا أمال مرنتي سوى إحسان يا إلهي حقي سبحانه وتعالى إن مقام سر الله جالسيو وحاتكوه ليس دقدق يا خيركا وأتك جاريسا وحويان استجابة لأمر الله وحن قنيسا قف أجيبي أمرك إلهي مرك أودك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كوي الرميو إلهي يا رسول أجيب هذي إن كوي يرى واحد النولين هيا مرك إن كوي يرى واحد النولين هيا أجيب أمر كاسو أقادة طيوية المصارعة مركبة أو دك دك خير كأولو دك دك وحا كسوغا إبراعا للذمة ذمة دادو إلي بري نقطه وواجباتك أي كان عام وهي وادن أوغي وحا أدب لغيسي وحا دادو إلي مرتا مرتا غورمي 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 بادن أوغي مركا وحا كوفي عن وحي كود دمري لها أو خيريها كو هرمري هذا هرمسو وحاوه خير بدن أعماش صالحات كأول لدك دقو وأول وقتها وقت جيد أول للي ماذا وقهر يوي وكان النبي قال له يديو لي أي العمل أفضل عمل كأوه فضل بدن مركز النبي قال الصلاة على وقتها صلاة أو وقت جيد لقو إلى عليه أو وقت جيد لتكدو أن لقد دلك حديث كلا وكان النبي قال عليه الصلاة والسلام صفك هوري يا آذانك خيرك كسوغان دادكو هدي اوغان لهايين هدينا نهيلي الكريم وقري طورا لهاي حديثك الإمام مسلم نوحويان أبي سعيد الخدري النبي قول حجر عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله قوم كزول ميان إلي الدبن عيان والدبن عيان والدبن عيان إلى إلهي الدبنكو إلى إلهي الدبنكو والرحمة دي سكدبنكو وفضلك سوين كدبنكو ودرجاتك سريه منزلتها سر الى هي كدب دغو الى هي نغمد دب دغو marka wa inaan ku didaalna al musara'atu ila al khayrat